السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. كيف كتشوفوا هذا الخبز ديال الهامبرغر؟ كيجي رائع، غادي نصايبوه اليوم، غادي يعجبكم. كيجي حسن من اللي كتشري من زنقة، رطب خفيف خاوي من الداخل، ما معجنش. المقادير اننا غادي نبداو باش نصايبو هذا الخبز. غنحتاجو دقيق، اولا غنديرو نص كوب ديال الدقيق مع جوج معالق ديال الخميرة، وكاس ديال الماء، نفس الكاس اللي غنعبروا به، دائما نعبروا به كاس ديال الاتاي. وغنحركوا هذا الشيء ونخليه واحد 10 دقائق حتى كتجيو كتلقاوه بحال هكا بدا كيتخمر. دابا غادي نزيدو كاس ديال الحليب دافي، تقدروا ما ديروش الحليب، ديروا غير الماء. غادي ندير معلقه كبيره ديال الياغورت مسوس، غندير بيضه واحده، نص كاس ديال الزبده دايبه، غادي ندير جوج معالق ديال السكر، نص معلقه صغيره ديال الملح. نحرك هاد المقادير مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه. الدقيق هو مجموعه ديالو درت انا 3 د الاكواب ونص، ولكن على حسب الدقيق، كاين دقيق كيكون خفيف، كاين دقيق كيشرب الماء بالزربه كينشف. غادي تحطوا حداكم الدقيق تقريبا كيلو لا ربع، غتبقاو ديروا بشويه بشويه. العجينه خصها تكون خفيفه ونفس الوقت ما تكونش جاريه، شفتيو كيفاش جمعتها هكا؟ تكون واخا تكون كتلصق. غادي نحطوها في لا سيرفاس، نديروا شويه الدقيق لان خاصني نعلكها واحد شويه. وما تكتروش الدقيق، حاولوا ما تكتروش الدقيق فيها لان بغيناها تبقى رطبه. الا قصحت ونشفات ما غاديش تخمر لينا مزيان، ما غاديش تطلع يتضاعف الحجم ديالها. ملي كتكون العجين خفيف الخميره كتطلع فيها دغيا، كتغطيوها ساعه ساعه ونص كتلقاوها تنفخات، شفتيو؟ حتى تولي هكا نعلكها وتولي رطبه وما تبقاش تلصق ليا في يدي. غادي نديرها في واحد لا سوبيير، نغطيها بالبلاستيك في شي مكان دافي ونخليها حتى الدوبل حجم ديالها بحال هكا. غادي نديها نجيبها غير شويه يتحيد منها الريح، وغادي نحاول نبسطها، نضغط عليها نبسطها مزيان باش تجيكم سهله في التفراق. هذا المقدار هذا كيدير 8 ديال الخبيزات ديال الهامبرغر. تقدروا ديروا دوبل باش ديروهم صغار، الا بغيتو ديروهم صغار. انا كندير فيهم 100 غرام في الميزان، كنستعمل الميزان باش يجيوني كلهم مقادين. ضروري يجيو مقادين باش يبانو مزيان، حاولوا ديروهم مقادين. بغيتوهم صغار غادي ديرو 50 غرام لان كيتنفخوا. بعد ما كملت التكوار ديال العجين ديالي كله، غادي نقرصوهم بحال كنقرصو الخبز، غير حنا ما نضغطوش بزاف، نخليو فيهم السمك ديال واحد سنتيم بحال هكاك. العجينه رطبه غير بشويه، نستفوهم هكا في اللاطة ونغطيهم بالبلاستيك رقيق، ما تقلوش عليهم لان حنا بغيناهم يتنفخوا. انا درت لهم شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش عليهم البلاستيك، لان لا تفشوا ما غاديش يجيو مزيانين، يعني حنا بغيناهم يبقوا منفوخين. خديت بيضه زدت عليها شويه الحليب، غادي نمسح الوجه ديالهم غير بشويه، ما تضغطوش، الا ضغطوا غادي يتفشوا، الا تفشوا ما غاديش يجيو مزيانين، ما يبقاوش الشكل ديالهم زوين. حنا بغيناهم يتنفخوا باش من الداخل يجيو خاويين وهشاش، ما يجيوش معجنين، ما يتقصوش لينا لا هبطوا. غادي نحاولوا نمسحوا الوجه غير بشويه بلا ما نضغطوا على الشيطة. وغادي ندير لهم زنجلان، انا كندير زنجلان ابيض لان اصلا مشهور البرجر الخبز ديالو بالزنجلان ابيض. تقدروا ديروا زنجلان عادي ماشي مشكل. الفران شعلتو على درجه 375، غادي ندخلهم بشويه، نعليهم على العافيه، انا عندي العافيه الغاز غير لتحت، غادي الشبكه نهزها شويه بعيد على العافيه باش يطيبوا مزيان في خاطرهم من الفوق ومن التحت بحال هكا. كيف كتشوفوا تنفخوا تحمروا،
كيجيو رائعين، غادي يعجبوكم هاد الخبيزات بزاف. ماشي غير الهامبرغر، حتى الساندويتش كاين بزاف الناس كيديروا فيهم ساندويتش. هنايا هانتوما غادي انا هكا كنحلهم كاملين وكنديرهم في بلاستيك ونديرهم في الفريغو. شتيو من الداخل متقبين. نتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوه، وشكرا على المشاهده.